وصلنا للوصلة. انا هو خبط مازال حي اللي وصلنا للوصلة. اللي الهضره بالحق حنا كنهضروا. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، معكم دائما في البث المباشر في التغطية الحصرية على قناتكم شوف تيفي. دائما قلت ساكن الدوار زاوية سيدي بن عيسى بجماعة العزابة إقليم صفرو تحتج بسبب كيقولوا سرقة الماء ديال بعض الدواوير اللي ما كيخليوش الماء ديال السقي يوصل عندهم. بطبيعة الحال متابعينا ومشاهدينا الأوفياء هما كانوا في مسيرة حاشدة مشيا على الاقدام بطبيعه الحال نحو ولايه فاس. الان السلطات دخلات كتفاوض معاهم. الله يحفظك، شكرا، الله يكبر بك. قلت السلطات دخلات كتفاوض معاهم من اجل ايجاد حل. هم كينتظروا الان حضور ناس من العمله هنا في الطريق الرابطه ما بين صفرو ومدينه فاس من اجل ايجاد حل اللي غيكون بطبيعه الحال نتمناه لانه يكون حل جذري لهذا المشكل. كيقول لك حنا عندنا دوار ديالنا كيوريكم اشجار ديال الزيتون محروقه، ما كيوقاش كيوصلهم ماء ديال السقي بطبيعه الحال. التجمهر كبير، هما كانوا قطعوا مسافه ديال 24 كيلومتر ماشيين على الاقدام نحو عماله صفرو. كان الاحتجاج بطبيعه الحال وكانوا كيواصلوا الاحتجاج والمسير ماشيين على الاقدام نحو مدينه فاس نحو ولايه فاس. الان دخلات عناصر من بطبيعه الحال من عن العماله من اجل تفاوض لايجاد حل لهذا الاشكال. نتمنى ولا ان يتم ايجاد حل بطبيعه الحال. خويا شي واحد يطلع لعندي، هنا كاين الريزو مزيان تما ما كاينش الريزو. اللي بغى يتحدث خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في امان الله. ولله الحمد لله يبارك فيك. الان جاريه المفاوضات مع الساكنه من طرف السلطات، شنو ممكن تقول؟ اخويا دابا كنطالبوا بالحق ديالنا ديال المياه ديال السقي. نعم. ودابا لقينا العرقله. لقينا العرقله لان الناس هادو هما طغاو علينا بزاف وجينا المسؤولين ما عطاوناش حل لهذا الشيء. ودابا راه مشاو كيديروا مفاوضات لهذا الشيء. واخا انتم مضرين بزاف، الماء ديال السق ما كيوصلكمش للدوار. بزاف اخويا والله العظيم، الزيتون ولا يبس. نعم. ما بقاش فيه. انا شخصيا كنهضر معاك، عندي شي 100 ديال الزيتون، كنت كنصور فيها هذيك جوج الملايين ثلاثه، دابا ما غاديش نصور فيها حتى 1000 درهم. يبس كاع. لا يبس، ما نصورش فيها حتى 1000 درهم. مولفين كنا نديو منها الزويته ونبيعوا هذاك الشيء، ولكن دابا صافي ما عندناش كاع، كل شيء مشى. ولادنا صافي خرجناهم من المدرسه، كنا بهذا الشيء باش كنعاونوا هكا باش غادي كنديو الدراري والو. دابا صافي شحال قطعتوا المسافه على رجليكم من الدوار ديالكم زاوية سيدي بن عيسى لعمالة صفرو؟ 24 كيلومتر ماشيين على الاقدام. على الاقدام. كنتوا غاديين فين؟ كنتوا غاديين دابا كنا عوالين باش نهودوا العمله ديال فاس. نعم. باش غادي نشوفوا الحلم لان العمله ديال صفرو ما دارولناش. الان دابا لربما جاوا شي ناس من العمله باش علاه يتفاوضوا معكم، كاين شي مفاوضات اجاريه الان؟ ودابا راهم في حوار، راهم كيتناقشوا الناس على حساب هذا الشيء باش غادي يشوفوا. مشاو شحال ديال الناس اللي مشاو؟ شي 6 ديال الناس. فين مشاو معاهم؟ واش مشاو لواحد المقر هنايا مدرسه الناس باش غادي يناقشوا هذا الموضوع. كنتظروا القرار النتيجه ديال هاد المفاوضات. واه واخا انت معنا في بث مباشر الان، المغاربه كلهم كيشوفوك. واش بالفعل المنطقه ديالكم كتعاني من الماء؟ واش انتم عندكم خصاص في الماء ديال الصحي؟ 100% اخويا 100%. الناس كتعاني، كلشي الناس راه شمش كلشي الناس كيعاني بهذا النقص ديال الماء، ولكن غير بينات غير الناس الفوق اللي كاين. شكرا جزيلا لك خويا. كنشكركم وكنشكروا القناه ديال شوف تي في. وشكرا جزاك الله. واجب خويا. اذا متابعينا كتسمعوا نعطيك خويا معاناه حقيقيه بالنسبه للساكنه ديال دوار زاويه سيدي بن عيسى بجماعه عزابه اقليم صفرو. كتشوفوا الان الناس كينتظروا القرار ديال السلطات في المفاوضات اللي الان فتحها مع الساكنه ديال الدوار. نتمناو لان يكون حل جذري لهذه الساكنه لان حقهم في الماء حقهم مشروع بطبيعه الحال. كيف يطالبوا فقط بان ان ذاك الماء يوصلهم؟ حالة ديال الاستنفار قصوى هنا رجال الدرك الملكي القوات المساعده الناس ديال العماله. خويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا، الله يبارك فيك، الله يرحم الوالدين، جزاك الله بخير. كاين شي مفاوضات الان مفتوحه بالنسبه لهذه القضيه ديال الماء؟ اخويا دابا حنا كنعانوا باش يعاودوا يقولوا لنا هاد الناس هادو. بالنسبه للماء بالنسبة في المنطقه ما غنقولوش الماء ما كاينش في مره، بالنسبه لشي ناس كيسقيو. بالنسبه للناس كاينين اللي مهلين في الشجر عندهم الماء. نعم. في واحد الجوايه، واحد الجهه اخرى بالنسبه للشجر كله تفتح
بالنسبه للرمان تحل، بالنسبه للزيتون يبس، بالنسبه للفلاحه ما بقاتش، بالنسبه حتى شي حاجه ما بقات. نعم. واش الدوار ديالكم اللي مضرر ولا بزاف ديال الدوار؟ لا كاينين دواور ماشي المهم اللي خرج. اي كاينين الدوار، هاد الدوار ديال الزاويه، وكاينين دوار حنايا مجاورينهم. نعم. الجوار ديال اللي الساقيه غاديه في نفس الاتجاه. الناس دابا شركاء في ديك الساقيه. كيسولوك الناس السبب حقيقي طبيعي ام هناك اسباب اللي غير طبيعيه؟ واش الناس لا حنا كنطالبوا بالتقسيم، التقسيم حيت بلايص غادي فيهم الماء اكثر من ديك الجهه اللي حنا كنديو. نعم. فهمتيني؟ يعني انا عندنا بلاد فيها بلاد صغيره ولكن بالنسبه للماء كثير. نعم. والبلاد كثيره بالنسبه ليها عاود كاين الماء قليل. الماء قليل ما كيكفينا حتى لشي حاجه اخويا، حنا كنطالبوا التقسيم. شحال منكم على هذه الحاله؟ هذه الحاله دار غاديه دابا غاديه عاد 81 سنه تكون هكاك 8 سنين هكاك. 8 سنين اه غاديه الشجر بدا كيتحرق صافي ما بقاش. واش غادي يتصوروا يعني صافي يعني خرجوا باش على انكم تلقاو حل؟ لا خصنا حل اخويا، ما يمكنش هادو يبداو يديو الماء عاود نقطعوا عاود يردوا يردوا هادو. فهمتيني؟ حنايا مضرورين. نعم. بالنسبه للمنطقه للجهه ديالنا حنايا مضرورين، بالنسبه للجهه اخرى اللي هي كتبوز على ديك الساقيه الناس دايه الغله زوينه، عندها الزيتون بالماء كثير كدا، حنا ما عندناش. نعم. ما عندناش في الجهه ديالنا حنايا. نعم. كنطالبوا التقسيم اخويا في اقرب وقت ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. الصوت ديالكم وصل للمتابعين، احنا معكم دائما كننتظروا القرار ديال السلطات في مفاوضات الانجاريه مع الساكنه ديال دوار زاويه سيدي بن عيسى بجماعه عزابه اقليم صفرو. قلتهم طالبوا مرارا وتكرارا فتحوا باب الحوار مع المسؤولين باش لانهم يوجدوا لهم حل اللي هو يكون حل ماشي ترقيعي، ماشي حل ترقيعي، يكون حل جذري. كيطالبوا بسقايه اللي تربط ذاك المنبع ديال الماء اللي كاين فيه الماء بالدوار ديالهم مباشره، ما يدوز على لا دوار فلان فلاني ولا دوار فلان. هما كيطالبوا بهذه القضيه هذه، نتمنى لان يتم ايجاد حل. عطاوهم المنتخبين الوعود، راكم كتعرفوا الوعود ديال الحملات الانتخابيه، غندخلوا لكم الماء غنصوبوا لكم الطريق، ولكن كيبقى وعود اللي كتبقى حبر على ورق. الان الواقع يقتضي على ان يكون تدخلات مستعجله، هم في انتظار، نتمنوا لان هذه المفاوضات تعطي الاكل ديالها. خويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الساكنه ديال الدوار زاويه سيدي. اييه نعم سيدي. اييه خويا الان جاريه المفاوضات، واش كتامل خير على انه يلقى؟ واش يعني انت متفائل غيكون حل ام انه غيبقاو هذه المفاوضات؟ المهم بسم الله الرحمن الرحيم. هو اول قبل كل شيء كنشكر القناه ديال شو تي في لان هي اللي عطاتنا واحد الفرصه فينا نوصلوا الصوت ديالنا بالنسبه لهذه السكنه اللي هي في قريه نائيه. هو انا اللي بالنسبه لي الاحداث اللي عشها في هذه التظاهره هذه كنشوف انايا ما كاينش شي باسيس ديال الخير ولا شي حاجه اللي غادي تعطينا شي فهمتي يخرجوا بشي حل، يكون شي حل يكون صادق. طابق مفاوضات بحال هكا ولا ما عرفتش؟ دياجا داروا مفاوضات داخل المجلس ديال الجماعي وداخل القياده. نعم. وداخل العماله. نعم. ورغم ذلك بدون جدوى. نعم. لو كان تاخذوا شي قرار معنا اللي غادي يكون اللي غادي يوصلنا فهمتي. نعم. يوصلنا لشي حاجه اللي هي مزيانه، لو كان كاع ما نوصلوا بهذه المسافه اللي عبرناها. شوف شحال عبرنا هذه المسافه على المشي على الاقدام، ورغم ذلك مازالين احنا، انت كتشوف الحاله هو مشى وحنا مازالين كنعاينوا المفاوضات وكنعاينوا داك فهمتي. نعم. شي حاجه تبنى اللي تكون فيها بسيط الخير. نعم. هذا هو اللي كنطالب. انا من الساكنه انايا، انا عندي ضيعه تما كنتوفر على ضيعه تمايا. نعم. ولحد الساعه انا راني غير البارح عندي 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 واحد النوبه ديال الماء كتجينا من انسومين. نعم. فهمتي والله ما كملت ليا السقه ومازال نفس راه الشجر كيموت ليا تما في الضيعه انايا. ولا سمحت القناه شوف طيفي باش توصل معنا العين المكان، ومرحبا بكم واجي تشوف داك الشيء بالصوت والصوره، ما غاديش نقول لك شي حاجه اللي هي مخبيه. نعم شكرا خويا. شكرا على واجب. شكرا الحال، احنا معكم دائما في متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، الكل يترقب الكل ينتظر المفاوضات اللي نتمناو على انها تثمر تعطي نتيجه ايجابيه بالنسبه لها الساكنه اللي جات وحجت هنا بكثره نحو ولايه فاس. قلت هم مازالين الان في نفوذ التراب اقليم صفرو، لربما الان السلطات حاولات على انها تدخل، لان التريطوار ديال هذا الحادث فهو كيوقع في اقليم صفرو، فما عندها حتى شي معنى باش على ان الناس يوصلوا حتى الولايه ديال فاس. اذا خاص الناس مسؤولين لهذه المنطقه يوجدوا حل للساكنه ديالهم، يترافعوا عليهم منتخبين كذلك خصهم يديروا الدور ديالهم في الترافع على القضايا ديال الساكنه. شكرا جزيلا للمتابعين، غنبقاو متبعين هذا الملف وهذه القضيه الى النهايه ديالو بطبيعه الحال. شكرا. كنت معكم مراسل القناه موصف بودري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.